سيطرة محكمة من قبل القوات الحكومية على مثلث عاهم الاستراتيجي بمديرية حرب، الرابط بين محافظات عمران وحجة وصعدة وعدد من القرى المجاورة له شمال المحافظة. تم بحمد الله السيطرة على قرية عقاوة والخط الرئيسي الرابط بين عاهم وحرب وعبس ومثلث عاهم، والجيش الوطني مسيطر والميليشيات منهارة، والحمد لله الوضع سابر والوضع مسيطر بالكامل. القوات الحكومية سيطرت على ما تبقى من مديرية حيران والطريق الرابط بين مثلث عاهم ومديرية حرب، وصولا إلى مثلث عاهم وقرى التنابك والمشايبة والقوابع والسوالم التابعة لمديرية حرب. كما فرضت تلك القوى سيطرتها على مواقع التلال السود الاستراتيجية المطلة على عدد من القرى في حرب. الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة وسقطت عناصر منها بين قتيل وجريح جراء الضربات الموجعة التي تلقتها على أيدي القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف على ثكنات وتجمعات الميليشيات الإرهابية، ما مهد تقدم أبطال القوات الحكومية من عدة محاور. كانت خسائر الحوث اليوم 10 البثاث ملقاة في الأرض، ولعلكم قد تكونوا اطلعتم عليها وصورتوها، انشروها للإعلام كيف يزدوا بأبنائهم هؤلاء الناس، على ماذا يقاتلون؟ نحن على الحق وهم على باطل. المعارك والتقدم المتسارع لاستكمال تطهير بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية يشير إلى العزم والمضي قدما لتطهير اليمن من الكهنوت الحوثي. مثلث عاهم يشكل أهمية استراتيجية حيث يمثل طريقا لإمداد الميليشيات من الحديدة وصعدة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وبتطهيره يمكن القوات الحكومية من تطويق مديرية حرب وتطهيرها بالكامل.